شارك عشرات المواطنين الصحراويين في مظاهرات متفرقة شهدتها مدينة العيون المحتلة صباح الاثنين. بسوق الجاج تدخلت قوات الاحتلال بالقوة ضد متظاهرين صحراويين ومغاربة نظموا وقفة احتجاجا على تجاهل مطلبهم بإدماجهم كمستخدمين بشركة فوس بكرة. وقد أصيب خلال التدخل كل من لغريد البشير، عياش حمدناه، محمد زليم. ما هذا مستشفى قوات الاحتلال المغربي الذي لا توجد به أي عناية فائقة ولا يوجد به أي شيء، وهذا أحد ضحايا سلطات الاحتلال المغربي موجود الآن بمستشفى. هذه أحد ضحايا، كان الوقفة السلمية تطالب باسترجاع حقوقها، والآن موجود البشير الغريب بالمستشفى ولا توجد له أي عناية ولا أي شيء. هذا مستشفى إرهابي، مستشفى لا إنسانية، مستشفى لا للوطنية، مستشفى الاحتلال المغربي. وهنا العديد من الضحايا، وهذا أحد الضحايا عياش الذي كان موجود بالوقفة، وهو الآن لديه إصابات وبعض من الخدوش في الإصابات. نرجع إلى الأخ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم محمد زليم، أحد أبناء متقاعدين بشركة فوس بكرة. تم اعتداء اليوم صباح هذا اليوم بوقفة سلمية، وحنا غنطالبوا غير بحقوقنا ومساينا، وتعرضنا لهذا الضرب وهذا الشتم والإهانات. إنسان حرام هادشي اللي كيعدلو، حرام يعني إنسان، هادشي مو إنصاف، مو عدل ومو ديمقراطية. يعني حنا طالبين غير حقوقنا وطالبين غير المسائل اللي هي شرعية، هادشي اللي طالبين، باغيين غير نعيشو. وحنا كارين وعندنا تركة، والنص في التركة اللي واقفين كاين اللي متعرص، كاين اللي يعني باغيين حقوقنا الشرعية وتكون على أتمم وجه. في شارع السمارة انتشرت قوات الاحتلال لمنع مظاهرة كان من المعتزم أن تنظمها عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، لكن إصرار أمهات المعتقلين كان أقوى من بطش عناصر الشرطة وقوات المساعدة، فاعتلت الشعارات المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال. شارع السمارة والدروب المؤدية إلى زنقة الشاوية والأزقة المجاورة وقرب النادي الأحمر قبل أن تبدأ حملة مطاردات واعتداءات ضد المتظاهرين. وقد أصيب المواطن الصحراوي هيدال عبد الودود بجروح خلال ذلك التدخل. يا معتقل يا ربي، سنواصل الطريق. يا معتقل يا ربي، سنواصل الطريق. نحن كل شعب موت، نحن شعب لا يموت. لا راحة لا سكون، لا هنا في السجون، لا راحة في العيون، لا هنا في السجون. أنا أخت المعتقل السياسي محمد البشير بوتنجيزو وزاو وجميع المعتقلين السياسيين. إحنا كنا الآن متواجدين في الوقفة السلمية، يعني جل هذو الهمجيين، العنصر هذا الهمجي، السلطات المغربية المحتلة، ناشدوا جميع الدول وناشدوا الأمم المتحدة، ونحمل المسؤولية فرنسا، ونحمل المسؤولية الأمم المتحدة عند الهمج المغربي. راه كفاهم رانا عيينا، دراك الان راهي لعبه في على البور، راهو لعبت فيا عيد ما قاعده تحركنا، ودراك تيا راه ناشد الدول، ناشد محمد عبد العزيز معتقلين اين كان الدول تعاونونا، وداخل راك الداخل دراك تيا محروقه، ودراك تيا رانا في ذكرى تقديم ميزيك هما 8 في شهر 10، رانا مستعدين للموت، مستعدين للحرب، مستعدين لاي كل شيء، رانا مستعدين تحيا الجمهورية العربية الصحراوية. ومانا قاعدين ما قررنا مصيرنا، رانا مانا قاعدين ما قررنا مصيرنا، ورانا ناشدو آخر مرة، رانا ناشدو. ودريك تياه يعطون حنا نسلحو روسنا، نقتلو روسنا، هادو ما تلاو باقي وقفة سلمية، ما هادو عاد باقي نموت في كل بلاد. ودريك تيا رانا عاد حنا باقي نموتو روسنا. تحيا الجمهورية العربية الصحراوية.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه واحدة من مجموعة قديميزيك اللي دائما ناضلوا في الوقفات وناضلوا في جميع الأماكن اللي هي هون تحت السلطة المغربية، وبغينا إن شاء الله بإذن الله نديروا ذكرى قديميزيك في مدينة العيون وفي الأقاليم كاع الصحراوية كاملة. يا غير هذو الناس متقدين علينا من أجل الوقفات السلمية اللي نديرو دائما. خلي قاعي لدرنا ذكرى قديميزيك اليوم هذا من أيام مولانا الاثنين، تدخلوا علينا وبطونا كاملين، بطوا طفل منا الليل مسكين رفدوه ما هو حي من فم، وبطوا العلايات شي نتروه براسه شي نتروه بمناكب وشي بطوا بالبورات وشي، وإحنا إن شاء الله وبإذن الله هذا ما هو إلا يردنا عن الوقفات السلمية نعدلوها ونعدلوا اللامس السلمية، ما نتدخلوا بالصداع ولا بالمشاكل معاهم ولا بشي يا غير. لا ينتموا إن شاء الله ولا في ذا النضال اللي إذا هو متضادين معاهم ومتحدينهم، ما هو إلا ينقعدوا ما هو البطهم هو ولا تدخلهم ذا اللي يعدلون همجي هو إلا يردنا عنه. إحنا دايرين كنا طلاب من أجل نزوحنا في قديميزيك الطلاب لأولادنا، طلاب اجتماعي مثلا عندنا تركتنا اللي قاعده ما قد استفادت من خيرات الصحراء ولا قد استفادت من ارضهم اللي هم فيه، وفي الاخير حبسوها كامله ظلموها حبسوها، واحنا ضريف نطالبوا بطلاق اولادنا ونطالبوا عندنا نطالبوا المطالبات كامله الاجتماعيه ونطالبوا مولي باستغلالنا، ما نطالبوا عقلينا بشي غير، واحنا ذا اللي جابرين معاهم من تدخل الشينة ومن معاملات الشينة ومن الشي كامل يعدلوه معانا في الأفعال اللي ما قد يلتبس عليها اللباس اللي يقولون ولا ذا اللي يعدلوا رانا متحدين ولا يتموا لا متحدين إن شاء الله ولا أننا ينقعدوا عن ذا اللي كنا نطالبوا معاه وكل الوطن. للتذكير فإن مدينة العيون المحتلة قد شهدت عددا من المظاهرات والوقفات الاحتجاجية والتضامنية مع ضحايا الهجمة المخزنية بمدينة الداخل المحتلة، وقد شارك عشرات المواطنين الصحراويين مساء السبت الماضي في وقفة نظمت بشارع خراطوريا رفعوا خلالها أعلام الجمهورية الصحراوية قبل أن يتم تفريقهم بالقوة، كما نظمت وقفات مماثلة بأحياء العودة الراحة والدويرات رفعت نفس المطالب. لا لا للحكم الذاتي، استقلال الصحراوي، يا ميسان ارتاح ارتاح، سالوا واصيل الكفاح، يا ميسان ارتاح ارتاح، سالوا واصيل الكفاح، شكيا 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 والملك يا حرف بيو، شكيا شكيا والملك يا حرف بيو، شكيا شكيا والملك يا حرف بيو. نظم عشرات المواطنين الصحراويين ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وقفة أمام مقر ما يسمى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشارع الزرقطوني بالعيون المحتلة، تنديدا بسياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها سلطات الاحتلال في تلبية الملف المطلبي للضحايا. المتظاهرون رفعوا شعارات سياسية من قبيل رغم كل الجبروت نحن شعب لا يموت، صامدون صامدون رغم القمع والسجون. وقد شهدت الوقفة مشاركة نشطاء حقوقيين صحراويين عبروا عن مساندتهم للمتظاهرين وكذا المعتصمين الذين دخلوا شهرهم الرابع، قيدوم المعتقلين السياسيين الصحراويين ورئيس اللجنة الصحراوية للدفاع عن حق تقرير المصير سيدي محمد ددش استغل الفرصة للتعبير عن التضامن مع ضحايا الهجمة الشرسة التي استهدفت المدنيين الصحراويين بالداخل المحتلة، وناشد أبناء الشعب الصحراوي برص الصفوف والوحدة الوطنية، كما طالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين وإرسال بعثة أممية إلى المنطقة لتقصي حقائق عما جرى خلال وبعد تدخل جيش الاحتلال المغربي ضد نازحي مخيم قديميزيك وما وقع مؤخرا بمدينة الداخل المحتلة. بعث الممتلكات وقتل الأشخاص ونظام مع كل المعطوبين والمعتقلين، وهي الاعتقالات إلى حد الساعة مازالت مستمرة وشملت النشطاء الحقوقيين الصحراويين مثل مانول والمحجوب أولاد الشيخ وكمال طريح كمال وكل المعتقلين وكل النشطاء ضامن مع
معاهم ونطالب بإطلاق سراحهم ونطالب بمعاقبة المجرمين والمتسببين في هذه الأحداث في هذه المشكلة التي دائما يذهب الشعب الصحراوي والصحراويين ضحيتها. إذن اليوم بمناسبة نحن على قرب من إحياء الذكرى الوطنية 12 أكتوبر نحيي شعبنا وأهالينا وعاشت الوحدة وعاشت التضامن ولا شيء غير الوحدة. نطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين الصحراويين معتقلين قدام يزيد يحيى محمد الحافظ وكل المعتقلين. نطالب بإطلاق سراح فورا دون قيد أو شرط. وهذا نداء نوجهه اليوم لكل المنظمات والهيئات الدولية لتدريب دلوها بإطلاق سراح المعتقلين الصحراويين السياسيين ولإرسال بعثة لتقصي الحقائق أممية لما حصل في الجزائر لما حصل اليوم وأمس في داخل. من جهته جدد العربي مسعود عضو المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان تضامنه اللامشروط للمطالب الاجتماعية في المناطق المحتلة. يخوضون هذه الوقفات منذ حوالي 3 أشهر في ظل حصار مطبق على كل الوقفات الاحتجاجية، حيث أن الدولة المغربية منذ حوالي 2 شهر تحاول منع الصحراويين من التعبير عن ممارسة حقهم التعبيري والتظاهر السلمي. و نحن هنا نتضامن بشكل يومي مع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ونعبر على أننا سنبقى مستمرين كمدافعين صحراويين في دعم الحركات الاجتماعية كيفما كان نوعها بداخل المدن المحتلة. الصالح الزيغم ناشط حقوقي ومختطف سياسي سابق أكد بأن الوقفة المنظمة جاءت لتبليغ رسالة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لرفع الحصار الأمني والعسكري والإعلامي المفروض على المنطقة المحتلة. الوقفة فيها ضحايا الحصار القصري والاعتقال التعسفي مع مجموعة من مجموعة قديم يزيك إضافة إلى مجموعة مجهولي المصير قائمة بهذه الوقفة تضامنية مع مجموعة قديم يزيك بالخصوص اللي هي ذكر الأبواب. هذا من ناحية نريد أن مثلا باش نقول رسالة للعالم كامل أن نطالب الأمم المتحدة كما نطالب المجتمع الدولي ومن خلاله نطالب الاتحاد الأوروبي برفع الحصار الإعلامي التعتيم اللي واقع على المناطق الصحراوية.